اختبرني يا الله. تأملات في أحادي الصوم الكبير، يوم الأحد من الأسبوع الثاني، بعنوان هل تعرف كيف تنتصر؟ التجربة على الجبل هي بداية خدمة ربنا يسوع المسيح. فبعد المعمودية ذهب السيد المسيح إلى البرية، وهناك كانت التجربة. والبرية ترمز إلى حياة الإنسان، وهي فترة لاختبار حياة الإنسان طوال حياته، كما إنها فترة تبين عناية الله بالإنسان. مع السيد المسيح جاء الشيطان وبدأ يختار ويرتب التجربة التي تناسب الموقف. فنجد عدو الخير يجرب الإنسان بحسب ظروفه، وأحياناً بحسب سنه. والتجربة عملية متدرجة. التجربة الأولى شهوة الجسد. صام السيد المسيح 40 يوماً و40 ليلة، ثم أتى إليه إبليس ليجربه، فقال له: ما رأيك إذا حولت الحجارة إلى خبز؟ فبدأ السيد المسيح يجيب لكي يحول فكرنا إلى الفكر الروحي، فقال له: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهذا يعني أن الروحيات تسندك في حروب الجسد، فالصوم هو شكل من أشكال تقوية الإرادة. التجربة الثانية شهوة العيون. أخذ إبليس السيد المسيح وأصعده فوق أعلى مدينة، وطلب منه أن يلقي بنفسه من أعلى، وسوف يأخذ نوع من الشهرة والعظمة والبطولة. وقال له: لا تخف، الملائكة ستسندك ولن يصدم بحجر رجلك. إلا أن السيد المسيح يرد عليه قائلا: مكتوب لا تجرب الرب إلهك. لا تجرب عناية الله بك. الله يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. الله معتني بكل الخليقة، وعنايته لكل البشر. ومثلما يعلمنا الكتاب المقدس أنه ليس في العالم إلا شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وشهوة العيون هي شهوة من يريد أن يكون مشهورا ومعروفا بأية وسيلة. التجربة الثالثة شهوة تعظم المعيشة. جاء الشيطان إلى السيد المسيح وقال له: ما رأيك؟ هيا لتصعد إلى الجبل وتنظر المدينة وترى كل ما في العالم. وقال له ذلك بالكذب: سأعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. لقد قال له: سأعطيك، وهو لا يملك شيئا. هذا ما يحدث عند الوقوع في فخ التجربة، وتكون النتيجة إنه بهذا الخداع يثق فيه أناسا كثيرون لسبب شهوة طمع القنية، وتكون النتيجة رديئة جدا. يرد السيد المسيح ويقول له: اذهبوا يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فانتبه لئلا تمنعك الحروب الروحية من النعم التي لديك وتفقدها. سؤال اليوم: هل تعرف كيف تنتصر؟ هناك 3 وسائل للغلبة على عدو الخير. تمسكوا بكلمة الله باستمرار. لابد أن تعيش الوصية التي تقرأها في الكتاب المقدس، فهي وعود واختبارات مقدسة، فيكون إنجيلك حاضرا دائما. كذلك القراءة والتأمل المستمران، وإنجيل كل يوم يرسل لك رسالة خاصة. اترك كل شيء. عدو الخير عندما يحاربنا قد يحاربنا بطريقة من 2، إما بالشك والتشكيك أو باليأس وكلمة لا فائدة. وليس من السهل على الإنسان الذي يدخل دائرة الشك أن يخرج منها. اتركوا روح التشكيك في أي وعد وأي وصية وأي تعليم في الكتاب المقدس. اترك كل شك وكل خطية وكل تشكيك يأتي أمامك، ومن هنا
نعيش في كنيستنا بروح المشورة. حول كل ما تقرأه إلى صلاة وعبادة وسجود. في صلاة الشكر نقول: فلنشكر صانع الخيرات. وإن كان مصدر الخير هو الله وحده، فعليك بالالتزام إليه بالسجود وكذلك العبادة. فالسجود للعالم لا يشبع الإنسان، لأنه سجود للشيطان. والقراءة والثقة بوعود الله من خلال قراءات الكتاب المقدس قد تحولها إلى صلاة وعبادة. السجود الذي نقدمه هو العبادة، ولا بد أن تكون العبادة من قلب الإنسان، فهي ليست طقسا أو نصيحة. عدو الخير يغوينا على الدوام، لذلك نصلي في قسمة الصوم الكبير: الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، والشياطين بكل أنواعها شهوات معينة وحروب معينة. اجعلوا عيناك فقط على شخص المسيح، وحولوا كل ما تقرأه إلى صلاة وعبادة وسجود.